في الفيديو السابق تكلمنا عن كيف انه ممكن احنا نوصل يعني شبكة، وشفنا كيف ممكن اقل عدد من الادرس سبيس او اقل حجم من الادرس سبيس ممكن نستخدمه علشان نحتوي مجموعة من الهوست على سبنت معين. احنا عملنا راوتينج على R2 و-R5 و-R4. الان اذا عملنا راوتينج على R3، لو حكيت له راوتر EIGRB 1 no auto عشان ما يعمل auto summary. ليش؟ لانه انا اذا عمل auto summary فالشبكة هاي والشبكة هاي رح يعملهم auto summary على كم؟ على 192.168.205.24 او سلاش 24. فانا هون فقط كل اللي راح اعمله هو نتورك 0.0.0.0.0 اكزت مباشرة. اعطاني انه يعني اوجد الراوترز لهي. ليش؟ لانه هو كان في النص. هذا كنا عاملين عليه راوتينج بروتوكول، بس الكونكشن اللي بينهم اللي هو R3 ما كان معمول عليه راوتينج بروتوكول. فمباشرة حاليا لما اخذ R1 و-R6 راح يكون عندي مرحبا بالذكر الله كعب بأذن أذن المغرب إن شاء الله. بس يعني أخلص صلاة راح أرجع لكم. الآن راح ننتقل لراوتر R1. راوتر R1 زي ما احنا شايفين هو بالموقع هذا. فبما أنه أنا صار عندي راوتر R4 R3 R5 R2 R1 يعني احنا لحديت الان شبكتنا واصلة لهون، بدنا نوصلها لهون او الراوتينج بروتوكولز. يعني حاليا لو انا يعني عملت الامر هذا شو IP route راح تلاحظ هون انه ما في عنده علم غير كيف انه هذا الراوتر R1 ممكن يوصل لR2 ممكن يوصل لR6 فقط، اللي هو من 1 ل 2 من هاي. يعني لوكال يعني متصل فيه بشكل مباشر، كونكتد يعني كمان موصول فيه، بس هاي لوكال يعني هاي الشبكة كونكتد الشبكة، واللوكال اللي هو انت كم رقمك على الشبكة لوكال يعني بالنسبة لك لوكالي. فانا كل اللي بدي راح اعمله راح احكي له راوتر EIGRP 1 no auto summary، والنتورك اللي هي كل النتوركس اعلنهم على على الراوتينج بروتوكول على EIGRP. مباشره صار لنا فورمينج adjacency. لو حاليا اصدرنا مره ثانيه شو اي بي راوت راح نلاحظ انه صار في عندنا كم هائل من الراوتس. وبنقدر نكبر بس الشاشه شوي. تمام، فيعني حاليا احنا قادرين على الاتصال من راوتر R1 ل R4 وحتى ل اللي هو الشبكة تبعتنا السيلز القسم الاول او القسم الثاني. نقدر كمان يعني لزيادة الاطمئنان نقدر نعمل دو بينج 192.168.204.1. يبدو انه في عندي هون مشكلة بسيطة 100%. هيك انا بكون يعني حل R1 صار عندي 100% على الشبكة. بضل عندي R6. R6 لا تنسى انه هو المسؤول يعني مسؤول الرئيسي في الشبكة، لانه هو اللي بيوصلنا بالجيتوي. فانا كل اللي راح اعمله اللي هو راوتر EIGRP 1 no auto summary، بعدين اللي هي النتورك اللي هي طبعا لو اعلنت الشبكة اللي هون ما راح تستفيد شيء، لانه ما في عندي بين الجيتوي وبين R6 اي شيء، يعني ما في علاقة. الجيتوي بينظر لR6 ك يعني كديفايس او هوست متصل فيه. فكل اللي راح اعمله انه فقط راح اعلن شبكتي
او راح يعني اخلي الراوتينج بروتوكول فعال ما بين R1 وR6 عن طريق 1.6.1 فقط. طبعا هون بصير عندي الموضوع بالعكس، فبدل ما يعني اللي هو 50.52 لا هو بالعكس راح تكون 0.0.0.3 تمام. وهيك اعمل فورمينج ادجسنسي، لانه هيك بالعكس هذا وايلد كارد ماسك. يعني انا لو ورجيتكم هون شو بيعطيني، بحكي لي وايلد كارد ماسك، والوايلد كارد ماسك اوبوزيت او بالعكس اللي هو سبنت ماسك. هيك انا لو حاليا عملت اكزيت او اند بالمره، حكيت له بينج 192.168.205 مثلا، وخلينا نعمل بينج للاتش ار السبنت الاول اللي هو ..1 100%. طيب السبنت الثاني بما انه احنا قاعدين نتكلم عن 32 كم لازم يكون؟ 33. هل انا قادر اتصل فيه؟ يبدو انه في عندي مشكله هون. لعد انا يبدو اني مش عامل كونفيجريشن لل R5 السبنت الثاني. نشوف احنا الانترفيسز دو شو اي بي انترفيس بريف الاول. احنا ما عملناهم كلهم سبنت واحد، ال 28 حكينا انه بنقسمهم اثنين، ال 14 بصير 16 عندنا بالشبكة. ما في مشكلة، ما في مشكلة نهائيا. يعني احنا بدل ما نكون بنعمل بينج ل 33 17 مباشرة صار عندنا راوتينج او يعني اتصال مع كل الشبكة. طيب في عندي كمان شغلة ثانية هون، انا لو عملت دو شو اي بي دو شو اي بي راوت تمام، بنلاحظ هون لو في عندك اخر شيء لاست ريزورت، يعني انا هذا الجيت واي هو اللي بوصلني بالشبكة. ليش؟ لانه انا عندي الشبكة هاي gateway of last resort، يعني اي شيء انا ما بعرفوش راوتر 6 وين اودي، بحكي انا بودي على 172.16.1.200، فانا مباشرة بدخل على ال ERGP1. بعدين في عنا هون اللي هو يعني default information مش default information هاي للredistribution، لكن انا اللي بدي اياه auto summary. لا كمان راح يكون عندي طيب لا في عندي في عنا حل ثاني. احنا حكينا انه في عنا static route زي ما احنا شفنا هون، في عنا static route اخر شيء اس معناته في عندي static تمام. ليش؟ لان انا حاليا لو احكي له هون دو شو، يعني لانه احنا بالجلوبال كونفجريشن شو اي بي route، فما راح يكون عنا gateway of last resort is not set، فانا لازم ابعث انفورميشن للراوترز علشان اذا ما عرفوا طريق معين لشيء عشان يعملوا له بينج، فكلاته لازم يبعثوه لراوتر R6 وR6 ببعثه للجيت واي. فالمفروض انا اللي اعمله اني يعني اعمل يعني هاي متقدم شوي، لكن احنا بنعملها يعني هاي يعني خلينا نحكي not included
not included in exam. تمام؟ ف راح اعمل redistribute static فقط redistribute static. نشوف حاليا وين بدنا نشوف؟ نشوف R1 مثلا. هل يا R1 انت عندك شو اي بي راوت؟ لازم يكون في عندي gateway of last resort. تمام، هذا هو اللي انا بدي اشوفه. نشوف هون شو اي بي راوت، لازم يكون عندي gateway of last resort. نشوف هون، تمام، هذا هو المطلوب. هل انت حاليا يعني المفروض انت ما تكون قادر يعني على يعني الاتصال بالانترنت. لماذا؟ لانه انت قاعد تستخدم برايفت اي بي ادريسنج. فانا لو حكيت له بينج 172.16 اللي هو بيحكي لنا انه هو لاست ريزورت، هل انا قادر على اني يعني اتصل باللاست ريزورت؟ لا للاسف. طبعا شو السبب؟ انه انا قادر على بعث كل بياناتي ل ار 6. خلينا بس نعيد ترتيب ال ويندوز. انا عندي ار 6 قادر على الاتصال بالانترنت 100%. ليش؟ لانه الجيت واي قاعد بيعمل لي عمليه ناتينج، بينما ار 5 هو قادر على الاتصال ب R6، بس R6 بيعمل راوتينج مباشرة بدون ما يعمل ناتينج، والجيتوي مش قادر يعني الاتصال باتجاه واحد مش باتجاهين. طيب في هاي الحالة يعني احنا بحاجة ان نعرف access list 1، بدنا نسميها access list 1 permit 192.168.0.0. هون وايلد كارد ماسك بتوقع هيك ممتاز رح تكون فقط. بعدين بحكي له اي بي نات نات انسايد سورس list 1 على الانترفيس. ايش الانترفيس اللي انا بدي اعمل عليه؟ اللي هو فاست ايثرنت 1/0. خلينا نجرب مره ثانيه. في ضايل عندنا مشكلة اللي هي انه انا مزبوط حكيت له عمل ناتينج، لكن في عندك الانترفيس فاست ايثرنت 1/0 لازم يكون اي بي نات اوتسايد. تمام، وبعدين بدخل على الانترفيس الثاني. اي بي نات اوتسايد. الان بدخل على الانترفيس الثاني بحكي له اي بي نات انسايد. حاليا مرة ثانية 100%. الان يعني اخر اختبار او اخر تيست اللي هو موقع الانترنت راح نعمل له بينج. هل احنا قادرين على عمل بينج؟ وبهي الحالة احنا قادرين على يعني عمل اتصال ما بين شبكتنا على جي ان اس 3 اللي هي الشبكة موجودة على جهازي ومعموله فيرتشواليزيشن، والشبكة قادرة على الاتصال بالانترنت مثلها مثل اي شبكة عندك في المنزل. طبعا انتوا راح تسألوا بما انه هذا جي ان اس 3، هذا جي ان اس 3 انا يعني اللي عامله اللي هو التالي، انا ماخذ الليجاسي هو يعني اجدد شيء جي ان اس 3. تمام، وهنا انا شلت هاي علشان المسافة اللي هون باخذها فحطيتها على جنب هون برا. طبعا جي ان اس 3 برنامج رائع، سو اميزنج جي ان اس 3.
all the Linux and open source world is great. Now are the greatest. يعني هي جاي هون لو شفت بهي الطريقة هي يعني كانت رح تأخذ مساحة من الهاي فأنا أخذتها هون بس عشان أكون يعني أخذ ال يعني أكبر قدر ممكن من الشاشة وغيرتها لأني أنا بحب المود القديم أتوقع يعني بهاي الحالة يعني إحنا يعني استفدنا من هذا البرنامج واستفدنا من نظام لينوكس بشكل عام وكلياتها اوبن سورس طبعا و يعني لو مثلا اجيت هون لو اجيت هون مثلا عملت كونفيجر تيرمينال ففي عندي دومين لا اي بي دومين دومين نيم ف دومين لوك اب اي بي دومين لوك اب لا هو مش هيك هو اي بي دومين اي بي دومين لوك اب من زمان انا لونج تايم IP domain lookup but then IP domain ايوه اي بي نيم سيرفر دومين نيم سيرفر فلو يعني هو واحد مع الوقت يعني انا مستخدموش كثير لكن لو حكينا دبليو دوت مثلا فري سوفت وير دوت اورج او ممتاز لو حكينا مثلا جنو مثلا جنو برو مثلا جنو بروجكت او كمان رائع مثلا ايش كمان مثلا ممكن نعمل لوبينج لينوكس مثلا فاونديشن او الاسم خطأ لينوكس فاونديشن فونديشن الاسم 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 هو فاوند لينكس فاونديشن دوت كوم مش لينكس فاونديشن فاونديشن لينكس فاونديشن متأكد انه .org بلا هو يبدو انه هم يعني عاملين بلوك لل
للاي بي ادرس. فيعني لو عملت بينج زي ما انت شايف هنا يعني يبدو انه الاي بي ادرس نفسه معمول له يعني بلوك، مش انه هو مش مش يعني مش مش انه في مشكلة في الاتصال، لكن هم يعني هاي الكود تبع انه مانعين او حاجبين البينج، تمام. بينما انا يعني هون ورجيتكم انه مثلا جروب بروجكت قادر اعمل له بينج، والفري سوفت وير قادر اعمل له بينج. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.